الكلام يدور حول خفوت هذه الحركة، بل هناك من يعتبر أنها في حالة موت سريري، والحال أنه في اعتقادي بأن الحركة حركة 20 فبراير هي تجاوزت أن تكون مجرد حركة، إنها رمز لتطلع الشعب المغربي من أجل الكرامة، من أجل الديمقراطية، من أجل العدالة الاجتماعية، وهي كلها شعارات ومطالب لا زالت مطروحة على بساط النضال اليومي. تغير القليل ولكن ظل الكثير مما ناضلت من أجله حركة 20 فبراير وقبلها وبعدها الحركة الديمقراطية والحقوقية المغربية.